اخبار كتير ومفاجآت وملفات كتيره، احنا عايزين نحاول نعدي على اكبر قدر من الاخبار، بدايه من الاهلي محليا والاهلي افريقيا. الاهلي بيعود بالانتصار مره اخرى، بيبتدي ان هو يخش في اجواء الدوري المصري، رغم انه الكلام كان دايما انه الاهلي مركز افريقيا. الاهلي قدر ان هو يقتنص فوز صعب من امبي امبارح بهدفين في الدقيقه 90 بلس. وجهة نظرك في الماتش بشكل عام، ايه اكتر الحاجات اللي حابب ان انت تسلط الضوء عليها في الماتش؟ هو بدايه عايز اقول انه المنافس للنادي الاهلي هو فريق كبير جدا ومدرب محترم قوي الكابتن حلمي طولان، واخدين دفعه كبيره من فوزهم سابقا على الزمالك 2-0، وعاملين عروض كويسه قوي في الفتره الاخيره، فكان فوز النادي الاهلي امبارح عليهم صعب جدا، مش صعب بس، وكانوا لحد دي 94 امبي هو اللي فايز على النادي الاهلي. لكن انا بقول ان في ايجابيات كتير من فوز النادي الاهلي امبارح، طبعا مع كل التقدير والاحترام لعرض امبي اللي عمله، عرض محترم جدا، لكن النادي الاهلي كان عايز فوز على الاقل معنوي قبل مواجهه الوداد ان شاء الله يوم 30 مايو في نهائي دوري الابطال في الدار البيضاء في ملعب محمد الخامس، زي ما الكاف اعلن واستقر خلاص. فالنادي الاهلي كان بقاله 4 مباريات في الدوري ما بيكسبش، 4 مباريات ما احرزش فيهم غير هدف واحد بس من ركله جزاء اللي هو كان امام سيراميكا كليوباترا واحرزه قفشه. فامبارح بيسجل هدفين ما فيهمش ركلات جزاء، وبيعمل عرض قوي الحقيقه حتى قبل ما يسجل الاهداف. النادي الاهلي امبارح استعاد كتير من مستواه في المباراه، وكان طبيعي ان هو يكسب، يعني الفوز انا شايفه طبيعي وان كان جه متاخر جدا. ما انا كنت لسه اسال حضرتك، يعني دي مش عارف، يعني دي المباراه رقم كام اللي الاهلي بيعدي من زمن المباراه فتره كبيره جدا وما بيحصلش ان هو بيقدر ان هو يحرز الاهداف، بيبقى سايبها متاخر جدا، وده برضو شفناه امبارح. فسبب الحاله دي المتكرره جدا مع النادي الاهلي في المباريات السابقه، حتى امبارح نفس النغمه او نفس الطريقه، ان انت بتوصل لغايه الدقيقه 90 على ما بتبتدي تلاقي فرصه وانك تحرز الاهداف. هو السبب الرئيسي من بدايه الموسم، ربما كان بادئ النادي الاهلي كويس، لكن بعد كده لعبته بقت بتضيع فرص سهله بشكل غريب، يمكن ده حصل امبارح. الشوط الاول النادي الاهلي ضيع فيه فرص كتير كان ممكن تريحه، فاضاعه الفرص السهله بتخلي كل ما الوقت بيعدي اللعيبه بتبقى مضغوطه اكتر. لكن امبارح بصراحه انا اعذر موسيماني بالتحديد، مش اعذر اللعيبه، يعني انا اعذر موسيماني لان كان عنده غيابات مؤثره جدا. لما يكون الثلاث لعيبه الارتكاز بتوع خط النص اللي هم بيمتلكوا زمام المباراه تقريبا بالظبط، حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السوليه الثلاثه غايبين، لما يبقى قلوب الدفاع الاساسيين غايبين، ايمن اشرف للايقاف، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم للاصابه، ونتمنى ان شاء الله ان هم يبقوا جاهزين لمباراه نهائي دوري الابطال، فغيابات كانت مؤثره جدا. ده طبعا غير الغيابات الطويله زي بدر بنون وزي اكرم توفيق وعمار حمدي، في غيابات مؤثره جدا. طيب احنا يعني كان في فتره من الفترات كان في انتقادات دايما موجهه لقفشه، ان قفشه مش هو قفشه اللي احنا اعتدنا عليه، ان هو بيبقى دايما عامل اضافه، دايما رمانه ميزان، دايما عامل فرق. امبارح ابتدينا نشوف قفشه اللي اتعودنا عليه. الناس برضو بتتكلم وجهة النظر انه تشكيلة النادي الاهلي لما بتنتقل من 4-3-3 ل 4-4-2 قفشة بيبان اكتر وبيظهر اكتر، وتقريبا شفناه من بعد الدقيقة 70 لما حصل التغيير في تشكيل النادي الاهلي. هو انا عايز اقول بس انه قفشة هناك اسباب من بداية الموسم مؤثرة عليه، ربما يكون ابرزها حكايته مع المنتخب او مع كارلوس كيروش المدرب السابق للمنتخب بالتحديد. لما استبعده قفشه مش واخد على ان هو يبقى بره المنتخب، فدي اثرت عليه نفسيا. كمان تغيير طريقه اللعب بالنسبه لموسيماني، مش مستقر على طريقه لعب، احيانا هو ابتدى الموسم 3-4-3، احيانا بيلعب 4-3-3 او 4-2-3-1 او 4-4-2 او 4-2-2-2، فتغيير طريقه اللعب طبعا هي افضل طريقه مناسبه بالنسبه لقفشه هي 4-2-3-1 لما بيبقى رقم 10 او صانع العاب صريح. حلو. هي دي نقطه التميز بتاعته. لكن عشان تلعبه ارتكاز لا شك ان هو الحته بتاعته الاساسيه بيفقدها، او لو لعبته مثلا 4-3-3 على الطرف برضه بيفقد جزء من خطورته. فلما بتغير الطريقه بما يناسب امكانياته اعتقد ان هو بيظهر بالمستوى المعروف عنه، وامبارح انا شايف ان هو من افضل المباريات لقفشه السنه دي.